عالسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في قناة إيما زهرة مطبخ التونسي. اليوم إن شاء الله حبيت نجرب معكم وصفة شفتها ليمت هذه في وسائل التواصل الاجتماعي وعاملة البوز خاصة في التيك توك، دونك حبيت نجربها معكم ونقولكم تجي بنينة وإلا لا، ننصحكم تعملوها وإلا نقولكم سايب عليكم منها. به الوصفة تنشوفوها تدريجيا، لهنا نعطيكم المكونات والمقادير. أول حاجة لهنا ناخذ أفخاذ متاع الدجاج يكونوا بيلون بالطريقة هذه، مش الفخاذ الكامل حسب العدد افراد العائله تاخذوا الكميه. اليوم باش نعمل بزايد شويه، بالطبيعه الدجاج يكون منظف بالقارص والا بالخل كيما متعودين. الفحات لهنا باش نعمل لهنا على طريقتي، عندي لهنا شويه كركم، عندي لهنا الهروس والا فلفل احمر شايح خاطر يفوح بالكدا، عندي لهنا كليل وزعتر والا تاخذوا اغب دو بروفانس، عندي لهنا شويه تابل تونسي، عندي لهنا ربع مغرفه صغيره بسباس كعب ورحيتو، عندي لهنا شويه فلفل اكحل ولهنا عندي شويه ملح. بالنسبه للفحات يا جماعه تفوحوا الدجاج نتاعكم كيف ما تحبوا، لكن التتبيله هذه والخلطه راح تجيكم بنينه على الاخر. بالنسبه للدجاج كيفاش غسلته، بطبيعه كما قلت لكم بالخل والا بالقارص نظفوه بالكدا بالكدا، تنحوا الريش نتاعو، وبعديك بعد ما سقطرته مليح خديت شتركع بقارس وعصرتها عليه وخليتها كما هي، جوست بعديك سقطرته وحطيته لهنا في الحاجه اللي باش نفوح بها. لهنا عندي شويه زيت زيتونه باش ناخذ لهنا صحفه باش نحط فيها بسم الله الفحات الكليكا باش نحلهم في شويه زيت زيتونه بسم الله هكا. ولهنا عندي فصين ثوم كبار باش نرحيهم ولا نعصرهم بسم الله ونزيدهم مع الفحات. اذا ما عندكم شهروس والا ما تحبوش الحاجه الحاره تنجموا تعوضوها بالبابريكا الحلوه. ناخذ توا سكينه باش نعمل بالطريقه هذه باش الفخايبات يتفوحوا مليح هاك باش الفاح يدخل فين بالكدا بالكدا، وتوا ناخذ ملفاح بسم الله ونبدا نوزع على الدجاج هاكا بسم الله، وبيدي توا نبدا نفوح الفخاد بالطريقه هذه، فوحوهم بالكدا بالكدا هاكا. بالنسبه للمره هذه راه مش خليهم برشا في الفاح ديريكت باش نطيبهم، نجموا تبيتوهم ليله كامله في الفاح. وراهو بالحق يا جماعه الدجاج جربت طيبته على كل لون يا كريم على الطرق الكليكه، اذا الدجاج تعطوه حقه في الفاح راهو حتى تفوحوه منه وطيبوه منه يجيكم فاوح بالكدا بالكدا، مش بشرطه تبيتوه ليله كامله في الفاح هكا، المهم تعطيوه حقه في الفاح، فوحوه بالكدا هكا بطريقه هذية وطيبوه وتشوفوا البنه اللي تلقاوها. توا نخلط الكل مع بعضه باش نتاكد اللي الكل تفوح بكميه متساويه هكا. وتوا بعد ما فوحتهم مليح باش ناخذ لهنا طبق نتاع فور يكون نظيف مليح خاصه من القفاه نتاعو، باش ناخذ لهنا الافخاذ وباش نرصفهم بالطريقه هذه هكا. الفحات اللي حطيتهم ريحتهم طالعه بنينه على الاخر، ومادام الريحه طالعه بنينه اكيد الدجاج باش يجي بنين، دونك رصفت هذوما الساعه. وتوا ناخذ الجرين تاع الفور والا المشبك كيف ما نقولوا ونحطهم بالطريقه هذه، اكيد من المنظر هذا راكم بديتوا تحسوا كيفاش باش نطيبهم، دونك لهنا باش ناخذ بيدي باش ندخلهم بالطريقه هذه في المشبك هكا، ندخلهم ساهله ما فيها حتى شيء هكا بالطريقه هذه. هكا باهي لهنا بعد ما كملت كيما تشوفوا لهنا اذا باش نهزهم راهو فما دي كويس باش تطيح خاطر فما الكبير وفما الصغير، دونك شنو باش نعمل لهنا باش ناخذ ورق الومنيوم بابي الومنيوم بالطريقه هذه باش ناخذ الكويس نشدو بالطريقه هذه باش نلف البابي هذه هكا بالطريقه هذه
باش بعديك كيف نهزه ما يتيحوش. نعاود هنا نوريكم نهز الكويس ونشدو هكا ندور ونكبس بالطريقه هذه. بالطبيعه نحنا نعرفوا اللي البابي الومنيوم ماهوش صحي، لكن لهنا راهو باش يشد الساق هذه اللي عبد مش باش ياكلها، الباقي نتاع اللحم بطبيعه باش يقعد كيف ما هو ما يمسوش البابي الومنيوم. دونك بالطريقه هذه هكا لهنا اللفه هكا توا. بعد ما كملت لفيتهم الكوليكا بالبابي الومنيوم باش نهز الكريم تاعي وشوفوا الافخاذ كيفاش باش يعبدوا الكل. شوف هذا اللي حاجتنا بيه بالطريقه هذه. توا شنو باش نعمل؟ باش نعاود نرجعهم ونخليهم على شيره باش نحضر مع بعضنا الخضره. لهنا في نفس الحاجه اللي فوحت بها الدجاج باش ناخذ لهنا عندي كعبات بطاطا بسم الله قشرتهم باش نقصهم بالطريقه هذه. لهنا نزيد معاهم طماطم هكا نقصها على اثنين، ولهنا عندي زوز روس بصل. بالنسبة للخضرة يا جماعة تحطوا اللي تحبوا عليه وبالكمية زادة اللي تحبوا عليها. ولهنا عندي فصوص ثوم تقريبا 7 فصوص باش نحطهم كيف ما هما، بالطبيعة غسلتهم. صب عليهم لهنا شوية زيت زيتونة شوية ملح، لهنا شوية إكليل شاي حوائل أخضر كيف كيف، ونخلط هذا الكليكا مع بعضه. بسم الله. ناخذ توا طبق الفور فرشت عليه بابي كويسون باش نرصف الخضر الكل عليه هكا. هبطت الفاح الكل ليكا، ولهنا كل شيء حاضر عندي وتابعوني للفور. ناخذ الطبق نتاع الخضره باش نحطو لهنا بسم الله. بالنسبه للفور راني شعلته من فوق من اللوطه وسخنتو على 200 درجه، حطيت زاد المروحه ما يرموش بشرطي تحطوا المروحه نتاعكم. دونك هذايا الطبق نتاعي حطيته، وتوا ناخذ الطبق والا الكريم تاع الدجاج باش نحطها بالطريقه هذيا. فهمتوا توا كيفاش باش يطيب؟ يعني الفاح والكسوس والجو والبن الكوليكا باش تهبط للخضره. توا باش نخليهم تقريبا ساعه يطيبوا كما قلت لكم على 200 درجه، واذا الفرن نتاعكم تحسوه قوي برشا تنجموا تطيحوا سخانه ل 190. لهنا حبيت نقرب لكم اكثر باش تبدا لكم واضحه. كيما ريتوا الخضره من اللوطه بالطبيعه الافخاذ كي باش يطيبوا باش يبداو يهبطوا في الفاح والجو الكوليكا باش يهبط على الخضره هكا. هذاك هو البرنسيب نتاع التطيب اللي حبيت نجربه ونعطيكم رايي فيه. حبيت نوريكم لهنا بعد تقريبا صيف ساعة من اللي حطيتها، شوفوا الافخاذ لهنا كيفاش تقطر. شوفوا تبارك الله اكل الريحة والبنة يا جماعة ما نحكي لكمش. شوفوا لي الخضرة لهنا كيفاش قاعدة تطيب سلة سلة، حسيلو شيء يعمل الكيف. هذه الوصفة اللي قلبة تيك توك الكل، أنا حبيت نجربها لكم ونشوفوها كي تحضر كيفاش. نرجعو نتفقدوهم مرة أخرى، نحب نعطيكم باغ ديتاي باش تجيكم الوصفة سهلة. كما تشوفوا لهنا قاعدين يطيبوا، لونهم بدا يميل للذهبي كما تشوفوا ما شاء الله، الريحة بنينة نودكم ولا نشهيكم. كما تشوفوا بالطبيعه لهنا الصوص اللي في الطبق تعمل بخار، والبخار هذاك يطلع ويرجع للافخاذ ذوكم ويطريهم باش ما يجيناش شايحين هاوك. كما تشوفوا باهي بالنسبه للفور يا جماعه كان على 200 درجه ونقص له طويكه سخانه ل 180 درجه ما نحبش يتحرقوا لي. دونك انتم زاده الفور نتاعكم هاوك عينكم ميزانكم.
انتم نوع الفور اذا تحسوا بشي حرق الحاجه هكا تنقصوا له شويه. كما تشوفوا قريبي تيب عندي، شوفوا ما شاء الله كل الالوان تشره. توا باش نزيد شويه فلفل هكا كما قلت لكم باش نزيدوا في الاخر. هنا كما تشوفوا كل شيء طاب عنا، خليني خرج لكم هكا باش تشوفوه مليح. دونك هذايا اطباق الخضره، شوفوا ما شاء الله منظرو يشهي، وهذوما الافخاذ اللي طابوا بالطريقه هذه هاك ما شاء الله. باش نخليهم يهداو شويه، بالطبيعه لهنا نجمو توا نحيو البابي الومنيوم، خاطر كيما قلت لكم لو ما حطيتش البابي الومنيوم راهو الافخاذ الكوليكا يتيحو وطريقه التطيب اللي حبينا نطيبوها ما نتحصلوش عليها. توا نجمو جوست هكا تبرد شويه وبعديك نحيو البابي الومنيوم هذايا ونخليهم يعبطوا في راحتهم. هذوما لي بيلون بعد ما طابوا، هذا هو شكلهم النهائي كما تشوفوا هكا. بطبيعه بالنسبه للصوص تنجموا تشيحوها كما تنجموا تخليه يبدا مازال شويه. ناخذ لهنا معكم واحد نحلوه نشوفوه من داخل. بسم الله شوفوا لهنا منظروا ما شاء الله طيب من الشيرات الكل كما ريتو. الزل سخون شوفوا من داخل طايب مليح مليح اهو لين يتنحى العظم واحد ما شاء الله. بالطبيعه لهنا باش نذوق ونعطيكم رايي في الوصفه. صراحه يا جماعه بنين 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 عسل صراحه، حزين ما نجمتش نتكلم تلما فاوح وبنين وطايب في حق حقه. بالحق وصفه تستحق انكم تجربوها، انا بصراحه عجبتني على الاخر ما ندمتش عليها، وخاصه كي بارطاجيتها معاكم. بالحق يا جماعه ننصحكم تجربوها، تحسوا هكا فيها نكهه سبيسيال. ممكن في طريقه التطيب خاصه الكويس كما ريتو طيبناهم بطريقه جديده، دونك اكيد هذا باش ياثر في الطعم نتاعها وباش ياثر ايجابي، خاطر بالحق النكهه سبيسيال على الاخر بنينه بالكدا. تحسوا كما قلت لكم الافخاذ طيبين الكل من الشيرات الكليكا بنفس الطريقه. شوفوا ما شاء الله شوفوا ما غير اللي قلبناهم لحتى شيء، ياسر بنا ياسر فيحة. بالحق انا عجبتني ايجو فاليد، انتم زاد جربوها ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه. بطفي عجربوها، ما تنساوش تخلوا لي رايكم في كومنتير وتشجعوني باللي لايك والبختاج واللي زار القناه بتاعي لاول مره. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد نتاعنا. توا ما بقى لي كنخليكم على خير وعلى البنه هذه شهيه طيبه الناس الكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.